اختار فئة من الفئتين. أدب أمثال، أعطونا علم يا عمي، زلمي فيزياء. أمثال؟ أمثال. إيه. يلا. سؤال بالأمثال. مثل يضرب للإيثار والتضحية. يا فقير إلك الله، هالكعك من هالعجين يثرم علينا بصل، مثل الناعور يترس ويبدي. كلها أمثال عراقية. نعم. أو عربية يعني. نعم. يعني هون بيقولوا هالكعك من هالعجين، عندنا بيقولوا هالخبز من هالعجين. هالكعك من هالعجين هو للتشبيه. نعم، شيء يضرب بالإيثار والتضحية. إجابة رقم 4، مثل الناعور يترس ويبدي. نهائي. 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 نعم. يعني يا فقير إلك الله، ما إله علاقة بالسؤال. يعني للفقير هذا اللي ما إله علاقة بالسؤال. يثرم علينا بصل، أنا ما بعرف شو بيقول. هذا للكذاب. الكذاب اللي يكذب يقول يثرم. يكذب يقول يثرم علينا بصل. نعم، وعنده بطولات شايف نفسه. نعم. جواب صح. شكرا لك. دكتور. نعم. صاروا 3 ملايين. لازم اقول لك يعني نبهك انه اذا بتحب تثبت حتى بعدين ما تنزل تحت 3 ملايين اذا خسرت لا سمح الله، لانه في مفاجآت بهالمسابقة. انا بقول لك ما ينفع انه تقول لي في عندي وسائل مساعدة وكذا، بيجيك سؤال ما بتعرف من وين بيجينا. بدك تثبت او بتحب تكفي شوي تطلع شوي؟ المساعدات موجودة؟ موجودة عندك 3. ماذا انت ما مسيتهم بعد؟ بلش يعني أؤجل التثبيت. أجلها؟ أجلها. يلا اختار فئة من الفئتين. جغرافيا أم رياضة؟ جغرافيا. جغرافيا. هلأ سؤال بالجغرافيا، 8.5 مليون دينار. ماذا يطلق على انتقال السكان من الريف إلى المدينة؟ النزوح الريفي، النزوح القصري، النزوح العرقي، النزوح الطبيعي. احنا نسميه هجرة، الهجرة من الريف إلى المدينة. ايه نزوح يعني هجرة. هجرة يعني نزوح. أزبط النزوح. نعم، يعني إجابة رقم 1 النزوح الريفي. النزوح الريفي. نعم. نهائي. النزوح العرقي هو يختص بالأمور يعني اللي حروب، أعتقد هيك شيء. النزوح القسري كذلك اللي يعانون من لأسباب طبيعية، حروب إلى آخره. نعم نعم، الإجابة رقم 1 النزوح الريفي. النزوح الريفي. نهائي. نهائي. بدك الحقيقة والله مسهلة عليك كثير هالكمبيوتر. أنا هيك شايف. الحمد لله. ما يكون اللي عم بحط الأسئلة من ذيقارها. الجواب صح.